انت كده من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يا بابي، انا بس ما رضيتش اقول لك عشان ما يحصلش مشكله. طب ادخلي انت كملي الهوم ورك اللي وراكي. يا در، انا عايز اقابلك ضروري. ايه يا تاكو، في حاجه؟ الولاد كويسين؟ انا الولاد كويسين جدا، بس في موضوع انا لازم اتكلم فيه معاكي. اقول لي؟ لا لا لا، مش هينفع في التليفون. خلاص، كمان ساعه اقابلك في النادي او اي مكان، او يا ريت تجيب الولاد معاك. لا، الولاد مش هينفع يبقوا معايا. ماشي، تمام، يلا، سي يو، باي باي. صباح الخير يا شيكو. لا، قوم يا محمود، عايزه اتكلم معاك. ايوه شيكو. نعم. انت بقيت طول الوقت مش موجود، وكل يوم والتاني بتتغدى بره، هو في ايه بالظبط؟ ما تفهمني. معلش يا حبيبتي، والله يعني ظروف. هعمل ايه؟ ظروف ايه؟ هو انا زميلك في الشغل؟ بقول لك انت محدش بيشوفك تقول لي ظروف، هو ده رد؟ طب اهدي بس. لا، مش زميلي، مراتي، والمفروض انت بتهوني عليا وتخففي، مش تضغطي عليا. ما هو انا علشان مراتك لازم افهم انت بتروح فين بالساعات، وبعدين انا اللي بضغط عليك؟ انا عمري ما بضغط عليك. هو في ايه يا محمود؟ انت زعلان مني؟ حبيبتي والله العظيم عمري ما زعل منك. يبقى انت اكيد بتعرف واحده تانية. محمود، هو انت بتخني؟ هو ده جزائي بعد اللي بعمله عشانك انت والعيال؟ بس بقى اللي بيطلع من بقك ده مفيش حاجه والله العظيم خالص. عايز تعرف انا بروح فين؟ ايوه، عايز اعرف. بروح عند امي. عند مامتك؟ عند مامتي. بص، انا عارف ان انت ما بترتاحيش في وجودها، ومش بلومك، عادي يعني، فرق عقول، فرق اجيال. فانا بصراحه بعد الشغل بعمل اللي عليا، يعني بحاول على قد ما اقدر اني اتغدى معاها، فمنها برضيها ومنها برضيكي، وشيل ده من ده ارتاح ده عندها. بس ممكن انام بقى عشان لله دي مش طالبه حقنا. انا ممكن؟ طبعا ممكن. صباح الخير. وانت من اهل الخير. انت ازاي تتجرأي وتكلمي طليقها؟ وبعدين انت جبت نمرته منين؟ انا مش فاهم، انت استفدت ايه من اللي انت عملتيه ده؟ واي شر وخلاص؟ انت مين اللي قالك الكلام ده؟ أكيد هي طبعًا عشان تعمل مشكلة بيني وبينك وتخليك تتخانق معايا. مش مهم مين اللي قال لي، المهم إن أنا عرفت وجاي دلوقتي عشان أقولك لو سمحتي بطلي حركاتك دي وابعدي عن حياتنا تمامًا. هي خلاص بقى اسمها حياتنا؟ بقى اسمها حياتنا. أنا ودليلة خلاص هنتجوز. إيه؟ مش ناوية تقولي لي مبروك ولا حاجة؟ أنا هبعد عن حياتكم، وهسيب لك البلد كلها كمان، بس المره دي افهم ولادك ان انت سبب انك خليت مامتهم تبعد عنهم، وابقى وريني هتدافع عن نفسك هتقول ايه المره دي. باي.